أهلا بيكم في الورشة الفنية. بنكمل معاكم معرفة الفيوزات المسببة لأعطال السيارات، وهذه الحلقة عن فتيس هيونداي ماتريكس. في حلقة سابقة خدنا فيوزات فصل المحرك، والرابط في الوصف. بنكمل معاكم فيوزات فصل الفتيس. من دائرة فتيس الماتريكس بتوضح وحدات الكنترول وخطوط التوصيل مع الفتيس وحساسات الفتيس، وأيضا الفيوزات المسببة لأعطال الفتيس. أول فيوز معانا بيوضح خط كهرباء بيصل مباشرة للكنترول، وده خط الميموري، وعطل هذا الفيوز بيسبب فصل الفتيس وأيضا بيسبب فصل المحرك. اسم الفيوز على غطاء العلبة الرئيسية ECU وقيمته 10 أمبير، ودي أماكن الفيوزات في العلبة الرئيسية. وفي حالة حدوث أي عطل لهذا الفيوز المحرك لا يعمل. بعد الإصلاح بنوصل الفيوز، المحرك يعمل. الفيوز الثاني قيمته 15 أمبير بيصل إلى مجمع كهرباء، ومن خلال هذا المجمع بيتم توزيع الخطوط على الفتيس وعلى وحدات الكنترول. مكان هذا الفيوز في العلبة الداخلية كما هو موضح بالشكل. والفيوز الثالث قيمته 10 أمبير بيصل مباشرة إلى الفتيس، وأيضا يصل إلى عصا الفتيس ومفتاح أوفر درايفر اللي هو مفتاح السرعات العالية، وده بيان السرعات العالية على عداد التابلو أوفر درايفر. ده شكل بيوضح عصا الفتيس ومفتاح الأوفر درايفر. أيضا مكان هذا الفيوز في العلبة الداخلية بجوار فيوز وحدة الكنترول. يبقى دي فيوزات فصل فتيس الماتريكس، ودي أماكن الفيوزات في العلبة الرئيسية والعلبة الداخلية. في حالة حدوث أي عطل للفتيس وحركة الفتيس بنتأكد أن تكون هذه الفيوزات سليمة. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء.